التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي صباح اليوم معالي فيدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بالكويت، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش. تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول بالتعاون مع الجهات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني من ضبط 1152 متسولا خلال العام الفائت في مختلف محافظات السلطنة، من بينهم 225 متسولا عمانيا. نوهت الأرصاد العمانية من ارتفاع موج البحر من هادئ يصل إلى متر وخمس وعشرين سنتيمتر إلى متوسط الموج ارتفاعه ما بين المترين والمترين ونصف على سواحل المسندم وسواحل بحر عمان ابتداء من اليوم وحتى يوم غد تزامنا مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية.